عيد سنة 1994. زاد تكبرات مدينة المحمدية في المغرب كان في واحد الأسرة بسيطة وعلى قد الحال. كبرات أمينة ودخلوها والديها المدرسة، ولكن ما حدها وكتطلع في الأقسام وكتكبر وما حد مصاريفها كتزاد، وبحكم أن ظروف عائلتها المادية كانت صعيبة والوالدين ديالها يالله كيقدروا يوفروا لها الأساسيات ديال الحياة ومكافحين مع الوقت دقة دقة، فأمينة ما غداش تقدر تكمل الدراسة ديالها وما كان عندها حتى شي حل آخر. المدرسة الخوت كيف كتعرفوا كتطلب مصاريف ولبس وكتوبة وزيد وزيد. أمينة قراتها الظروف الخوت في واحد السن صغيرة أنها تخلى على القراية وتجلس في دارهم، رغم أنها كانت عندها شخصية متفائلة وكتحلم بمستقبل زوين. كانت متأكدة أنها غادي يجي النهار اللي غادي تصوفي فيه راسها وحتى العائلة ديالها وتخرجهم من ديك الظروف الصعيبة اللي كيعيشوها. أمينة كانت إنسانة متخلقة وما عمرها جابت المشاكل لدارهم، كانت محبوبة بزاف في الحومة ديالهم وكل شي كيبغيها. كان اللي سولتي عليها كيذكرها لك غير بالخير وعلى أنها شابة طيبة وأخلاقها عالية. أمينة كانت واحد البنت اللي مشهود لها بالحداقة ديالها، وكانت دائما كتعاون ماماها في شغال الدار باش تريحها شوية. مع مرور الوقت فأمينة ولات كتفكر أنها خاصة تعاون والديها على مصروف الدار، الشي اللي غادي يخليها تبدا كل نهار تخرج تقلب على خدمة، الخدمة اللي ملقاتها غير بطلوع الروح حيت هي ما عندها لا ديبلوم لا صنعة لا حتى شي حاجة، ولكن بالرغبة اللي كانت عندها قدرات تخدم. وراكم عارفين الخوت شنو الخدام اللي ممكن يقبلوا عليها، بحال مثلا المعامل ديال الخياطة والمخبازات وبعض الخدام الموسمية. حتى جا واحد النهار وغادا تقترح عليها واحد بنت جيرانهم انهم يطلعوا لتركيا يجربوا حظهم تماك، خصوصا ان السفر لتركيا كيتطلب فقط يكون عندك الباسبور والبي ديال الطياره. وقالت ليها على انه كاين تماك بزاف ديال الفرص باش انهم يحرقوا لشي دوله اوروبيه ويبداو حياه جديده تماك. كانت هاد الفكره بمثابه طوق النجاه بالنسبه لامينه وعائلتها، وبدات الفكره كتكبر في راسها والحلم بالهجره لتركيا سيطر على حياتها. كانت امينه كتخدم وكتجمع الفلوس باش تقاد الباسبور ديالها وتقدر تقطع البي، وفي نفس الوقت يكون عندها باش ديباني راسها في الغربه. دازت اعوام وبفعل امينه وبنت جيرانهم غادي يتمكنوا انهم يوصلوا للديار التركيه. كانت أمينة غادا تطير بالفرحة من اللي وصلت لتركيا، ومع وصلات هي وبنت جيرانهم بداو كيسولوا تماك وكيقلبوا على اللي يوريهم منين يدخلوا ويخرجوا. وفي ظرف مدة قصيرة تعرفوا على شي ناس تماك وراوهم كيفاش يتصرفوا وكيفاش يقدروا يخرجوا من تركيا. ومن زهرهم كانت واحد المجموعة ديال الحراقة كيخطوا باش يريسكيو للسويد. دخلوا معاهم وبعد أيام من العذاب وتمارة ما بين الحدود ديال صربيا وبلغاريا تمكنوا من أنهم يوصلوا للهدف ديالهم. السويد بلد الأحلام والعيش الكريم والحريات. أمينة أخيرا حسات بلي الحياة غادا تبتسم ليها. دوزات هي وبنت جيرانهم شي أيامات تماك في السويد، ومن بعد كل وحدة شدات طريقها بوحدها. أمينة هنا بالرغم من أنها بوحدها والغربة صعيبة بالأوراق بقات كتكافح لوقت طويل، وكانت دائما كتقول مع راسها ما يمكنش حتى وصلت لهنا وما ندير والو. قلبات على خدمة وتمكنات من أنها تخدم بعد مجهود كبير حيت حتى اللغة ما كانتش مساعداها، وهنا غادي تقلب على شي بلاصة تسكن فيها. وبالفعل كرات استوديو صغير تماك وبدات أمورها كتستقر، وخا كانت كتضرب تمارة بزاف والخلصة ديالها ماشي على قد تمارتها حيت ما كانوش عندها الوراق، ولكن أمينة كانت صابرة ومصرة على أنها تكمل المغامرة ديالها حتى الاخر، وكانت عندها واحد العزيمة قوية باش تقاد وريقاتها وتحقق الحلم ديالها. وفي نفس الوقت صوفي عائلتها من الفقر والأوضاع المادية الضعيفة اللي كانوا عايشين فيها. دازت مدة طويلة وأمينة على نفس الحال، وتعرفت على شي أصدقاء تماك في مدينة كوبنهاغن وبدات كتأقلم مع الأوضاع جديدة. وهنا دوك الأصدقاء ديالها غادي ينصحوها باش تمشي تعيش وتستقر في مدينة ستوكهولم إلا بغات تقاد حياتها، حيت تماك كاينين فرص كثيرة ديال الخدمة وتقدر تلقى شي حد اللي يعاونها باش تصيب أوراقها. وبالفعل سمعات أمينة ليهم مشات لتماك، ومعها حطات رجليها في ستوكهولم بدات كتقلب على خدمة من جديد. وبالفعل خدمات وبدات أمورها كتحسن كتر وكتر، وكرات شقة مزيانة تماك وعجبها الحال، خصوصا أن ستوكهولم معروفة بتواجد عدد مهم من الجالية المغربية فيها، وهذا الشيء اللي خلى أمينة تكون مرتاحة في هذه المدينة وخفف عليها شوية من معاناة الغربة. أمينة اللي مع مرور الأيام غادت تعرف على واحد السيد تماك سميته سعيد، وكان حتى هو مغربي. بدات كتلاقاه كل نهار ملي كتسالي خدمتها كيخرجوا كيتساراو، وعاودات ليه على حياتها وعلى دارهم، وحتى هو نفس الشيء ما خبى عليها والو وقال لها كل شيء بصراحه. أمينة وسعيد لقاو راسهم كيتشابهوا في بزاف ديال الحوايج، وكانت بيناتهم قواسم مشتركه كثيره قربات العلاقه بيناتهم، ولقاو راسهم بعد مده كيبغيو بعضياتهم ومرتاحين بزاف لعلاقتهم، فبداو كيفكروا انهم يرتبطوا ويكملوا حياتهم مع بعضياتهم ويتعاونوا على قساوه الغربه بزوج.
وبالفعل داكشي اللي كان. تواصلت امينه مع عائلتها وقالت لهم بلي هي غادا تزوج بسعيد، وعرفته بهم وعطاتهم كاع المعلومات عليه، وحتى هو تواصل معاهم وطلبها رسميا من عند باها وخا في ابل فيديو. وباها وافق وكانت الامور كلها مزيانه، وما هي الا ايام قليله وغادي يتم زواج امينه بسعيد. سعيد اللي في الاصل ما كانش كيعيش في السويد، وغير كان كيجي ليها على قبل الخدمه، من بعد ما مابقاتش عاجبها الخدمه في ايطاليا اللي كان كيسكن فيها مع الاسره ديالو. مهم أمينة تزوجات واستقرات وكانت مرتاحة مع رجلها سعيد، كانت هي وياه معاونين على الزمان وعلى الكرة اللي كان غالي في ستوكهولم، وفي نفس الوقت كانت أمينة كتوفر شوية ديال الفلوس باش تصيفطهم لعائلتها في المغرب والتعاون معهم. دازت مدة على زواجهم كانوا فيها مفاهمين وسعداء، والحب بيناتهم تزاد كتر وتوجات علاقتهم بالحمل الأول ديال أمينة. أمينة اللي بالرغم من أنها كانت حاملة بقات كتمشي للخدمة ديالها، ولكن من بعد مدة تقلات وقالت لرجلها سعيد بلي صافي ما بقاتش قادة تمشي للخدمة. وهنا فسعيد غادي يقول لها بلي ماشي مشكلة، ولكن دابا انت راه خاصك اللي قابلك ويرد لك البال. اقترح عليها سعيد أنه يديها عند الأم ديالو في إيطاليا، منها تقابلها حتى تولد، ومنها يقدر حتى هو يصوب لها ورقاتها. وبالفعل أمينة غادا تسافر لإيطاليا عند حماتها اللي كان الاسم ديالها حليمة، وغادا تستقر عندها ورحبات بها. دوزات عندها فترة الحمل، ومن بعد أمينة ولدات واحد الطفل اللي سماته وليد، وتمكنات من أنها تقاد ليه ورقاته، وحتى هي وأخيرا صيبات ورقاتها والحياة تقادات بالنسبة لها. دوزات أمينة فترة طويلة في إيطاليا مع دوسها، حتى بدا وليد كيكبر شوية، وهنا قررت أنها تلتحق برجلها سعيد في السويد. وصلت أمينة لستوكهولم فين كانت عايشة مع رجلها سعيد، وغير دخلت للدار وهي تتفاجأ باللي سعيد رجلها دخل عليها البراني للدار، بحيث شد واحد البيت وكره لواحد الشخص اللي ولا ساكن معاهم وسط دارهم. وهنا فأمينة ملي غادا تسول الزوج ديالها سعيد وغتقول ليه شنو هادشي اللي درتي، غادي يقول ليها باللي الظروف ديالو كانت صعيبة في الوقت اللي كانت فيه هي في إيطاليا، وباللي مابقاش خدام كيف ما الاول، والمصاريف كترات خصوصا ملي تزاد عندهم ولدهم وليد. قال ليها باللي كان كيحس بضغط كبير ومابقاش قاد على الخلاص ديال الكرا، وهادشي علاش قرر يكري داك البيت باش يخفف عليه ويساعده ويقدر يتحمل الثقل ديال المصاريف. المصاريف اللي غادا تزاد كتر وغادا تثقل على الكاهل ديال سعيد، ملي غادا تكتشف امينه من بعد ما تقبلات الوضع انها حامله للمره الثانيه، واخا ولدها وليد كان مازال صغير بزاف. امينه اللي ما بقاتش كيف كانت وما بقاتش كتمشي للخدمه حيت ولدها كان مازال صغير، ودابا تزاد عليه الحمل الثاني. بقات الاوضاع كيف ما هي، امينه مقابله ولدها اللي كان مازال تربيه في الدار، وسعيد كيكافح ومضارب مع الوقت باش يوفر لهم الحاجيات ديالهم. سعيد وامينه ولات كتسناهم مسؤوليه جديده، وامينه ما بقاتش قادره تخرج وتخدم كيف ما الاول والتعاون مع الزوج ديالها ويهزوا الحمل بجوج. كانت عندها التربيه مازال صغيره وحامله في نفس الوقت، الشيء اللي غادي يضطرها انها تبقى غير في الدار ديالها. المهم أمينة وسعيد بقاو مضاربين مع الوقت وغادين معها دقة دقة، وبالرغم من أن الظروف ديالهم ولات صعيبة بزاف، وتقريبا أمينة قطعات هذيك المساعدة اللي كانت كتساعد بها الأسرة ديالها في المغرب، إلا أن التواصل بيناتهم ما تقطعش نهائيا. تقريبا يوميا كانت أمينة كتواصل مع عائلتها وكتعيط ليهم وكيهضروا مع بعضياتهم أبل فيديو، وفي نفس الوقت كتوريهم حفيدهم وليد، وكانت الأم ديالها ديما كتدعي معاها وكتعطيها بزاف ديال النصائح على ود الحمل ديالها. أمينة اللي مع مرور الأيام بدا موعد الولادة ديالها كيقرب، وملي وصلت لشهرها السابع غادت توصل عائلتها بمكالمة اللي غادي تقلب ليهم حياتهم رأسا على عقب. كانت المكالمة من عند حليمة حماتها اللي قالت للأسرة ديالها باللي الخبر اللي غادي تقول لهم خاصهم يتعاملوا معاه بالصبر والثبات، حيت بنتهم أمينة ربي بغاها وداها لعندو. الصدمة كانت كبيرة بزاف، والمفاجأة طيرات العقل لعائلة أمينة وخصوصا الأم ديالها. الأم اللي غادا تعرف من بعد هي والأسرة ديال أمينة باللي بنتهم ما توفاتش بطريقة عادية، ولكن لقاها رجلها سعيد مصفية لها بطريقة خايبة بزاف وسط دارها هي واللي في كرشها، وباللي رجلها سعيد كان في ديك الساعة راه للاعتقال، ووليد ولدهم اللي باقي تربية داوه المؤسسة من مؤسسات الرعاية بالأطفال. كان الألم كبير وكبير بزاف من طرف الأسرة ديال أمينة وخصوصا الأم ديالها. أسرة صغيرة على قدها تفرتكات ما بين ليلة ونهار، مأساة حقيقية ومؤلمة في نفس الوقت. بالرغم من أن عائلة أمينة حاولوا يفهموا بالضبط شنو واقع من عند حليمة الأم ديال سعيد، إلا أنها ما عطاتهمش راس الخيط وخلاتهم في حيرة كبيرة بزاف، وما عرفوا مساكن لمن يعطيوا راسهم. بقاو على هاد الحال مدة 20 يوم، ومن بعد تكلفوا العائلة ديال سعيد بإجراءات نقل جثمان أمينة للمغرب، وتوصلت عائلتها بالرفات ديالها وتم الدفن ديالها الله يرحمها.
أثناء مراسم الدفن كانت العائلة ديال سعيد حاضرة، وحاولت الأم ديال أمينة تستفسرهم شنو وقع لبنتها، ولكن مرة أخرى ما قالوا حتى جديد، من غير أن البوليس لقوا بنتها مصفية لها وسط دارها، وبأن ولدهم سعيد كان معتقل كمشتبه به أول في القضية باعتباره آخر واحد شاف أمينة، وباللي حتى هما مازالين كيتسناو التفاصيل اللي غادي توصلوا لهم التحقيقات. الأم ما هناتهاش مسكينة الكبدة ديالها، وهنا تواصلت مع وسائل الإعلام وناشدات المجتمع المدني والسلطات، وخصوصا الجالية المغربية المتواجدة في ستوكهولم بالسويد، باش يعاونوها تعرف الحقيقة وشنو اللي وقع الأمينة فلدت الكبد ديالها، وشكون صفها لها، وعلاش رجلها سعيد مشدود على ذمة القضية. وهذا مقطع من الخرجة ديالها مسكينة في الإعلام. كانت يلا غتجي في العيد الكبير، تجي قالت لينا غنجي، يلا صوبت الوريقات وتا واحد ما كان فراس ورا الوراق، علاش ما فهمت والو. هاد الشيء جا بحال جاني بحال الصدمه، يوميا كتهضر معايا ما فهمت والو، ودابا داك الدري وقع ضايع تمايا كاين في الخيريه. ولد بنتك؟ ولد بنتي، بغيتو تا هو، بغينا نعرفو عليه، بغينا نعرفو عليه بالله يعرف جدو ويعرف جداه، وعرفنا حنا نشمو فيه الريحه ديال هذا، ما بغيناش حنا يجي هنا يبقى تمايا، ولكن كلفوا به الجمعيه وداك الشيء، وبغينا نشوفوه، بغينا نشوفوه ونعرفوه، ما يبقاش بحال. وبغيت الحق ديال بنتي، وبغيت الملك يعاونني على بنتي، حيت مشات ضحيه وما حاسه ما دارنا، كانت غتجي للمغرب كيفاش تداروا لي هذه المؤامره، تامروا عليها. بغيت نعرف حق بنتي، بغيت نعرف حق بنتي، ويعاونني سيدنا، يعاونني سيدنا، بغيت نعرف حق بنتي. حاسه مسكينه ما ضالنا. في العيد الكبير قالت لينا غنجي وغنختن الدري، غنختنو هنا، غنجي ندير لكم مفاجاه. قالت لي ما بغاتش تقولها لينا، وما كانت حاسه ما ضالنا. المهم حنا بغينا الحقيقه. كيف ما شفتوا معايا الخوت، فالام ديال امينه هي واحد الانسانه اللي بسيطه بزاف، وباين عليها ما عارفه لا منين تدخل ولا منين تخرج، وعلى جهل تام بالاجراءات اللي ممكن ديرهم باش تعرف شنو وقع لبنتها. هاد الخرجه الاعلاميه اللي دارت الام ديال امينه كان عندها وقع كبير على الراي العام الوطني، وحتى على الجاليه المغربيه بالسويد اللي قرر عدد كبير منهم انهم يعاونوها، ومشاو سولوه وحتو جابوا ليها الاخبار ديال الاحداث اللي وقعت في ذاك النهار بالضبط كيف ما جا في محاضر الشرطه السويديه. بعد ايام غادي يتواصلوا شي ناس مع العائله ديال امينه الله يرحمها، وغادي يحكيوا لهم تفاصيل الحادثه من الاول حتى الاخر. عرفوا العائلة ديال أمينة باللي نهار الحادثة كان نهار عادي، خرج فيه سعيد الخدمة ديالو كيف كل نهار. سعيد اللي كان مولف فين ما كيوصل الخدمة ديالو كيتصل بأمينة باش يطمن عليها، ولكن داك النهار كان مختلف، حيت سعيد اتصل بها شحال من مرة ولكن ما كانتش كتجاوب، اتصل وعاود اتصل بدون فائدة، تليفون كيصوني وأمينة ما كتجاوبش. وهنا سعيد طلب من احد الزملاء اللي معاه في الخدمه باش يوصلوا للدار ويشوف شنو طاري. قال مع راسو يمكن امينه تكون تزيرات مع الحمل وسخفات او وقعت لها شي حاجه، وبالفعل داك السيد اللي خدام معاه وافق يوصلوا للدار. سعيد وصل وطلع للشقه ديالو هو وداك السيد، وانفوح الباب وهو يجمد ليه الماء في الركاب من المنظر اللي شاف. كان قدامه مشهد عمره ما توقع يشوفه في حياته. كانت أمينة مسكينة مرمية في الأرض وغارقة في دماياتها، والجسم ديالها كله ضرابي، واضح أنهم بسبب شي جنوية ماضية. والمشهد اللي زاد فطر ليه قلبه هو والسيد اللي معاه، هو وليد ولده اللي كان جالس حداها كيلعب وما حاس بوالو من داكشي اللي واقع حداه. سعيد اللي طاح على ركابيه من هول المنظر اللي قدامه بقى كيبكي ويغوت، حتى جا عندو السيد وقال ليه راه خاصك تتصل بالبوليس. وهنا توقد وجب التليفون واتصل بالشرطه اللي حضرات العين المكان على وجه السرعه، وداروا المعاينه ديالهم وخداو البصمات والادله الجينيه اللي تقدر توصلهم لحل هاد القضيه. تم نقل امينه المسكينه لمصلحه الطب الشرعي من اجل التشريح. أمينة مسكينة اللي تمات التصفية ديالها بطريقة أقل ما يمكن نقولوا عليها الخوت، أنها ما فيهاش الرحمة والإنسانية، والجاني خدا وقته الكامل باش يمثل بالجسد ديالها هي والجنين ديالها اللي شاء القدر أنه ما يشوف الشمس الحياة، وتحكم عليه أنه يتوفى داخل رحم الأم ديالو. تم اعتقال سعيد كذلك على اعتبار انه كيف ما قلنا هو المشتبه به الاول في القضيه، حيت هو اخر واحد شاف امينه، وهذا الشيء جاري به العمل عند الشرطه في القضايا اللي بحال هذه القضيه. المهم داو معاهم للمركز وتماك بداو معاه التحقيقات، وسولوه على التفاصيل ديال حياته هو وامينه، وشنو اللي طرى من البدايه ديال داك النهار حتى الوقت اللي اكتشف فيه امينه مصفيه لها بديك الطريقه.
قال لهم سعيد بلي داك النهار فاق في الصباح وخلى أمينة في الدار عادي ومشى للخدمة ديالو ملي وصل فكر أنه يتصل بها ويطمن عليها كيف العادة، ولكن هي ما كانتش كتجاوبو نهائيا. قال لهم بلي ديك الساعة تخلع على أمينة بزاف، خصوصا أنه عارفها حاملة في شهرها السابع، يعني تقدر توقع لها شي حاجة. داكشي علاش قرر أنه يتوجه للدار، وتماك لقى قدامه ديك المصيبة اللي ما كانت لا على البال ولا على الخاطر. سعيد قال لهم بلي السيد اللي كان معاه شاهد على هضرته، وحتى الناس اللي خدامين معاه شافوه وهو كيحاول يتصل بمرته أمينة الله يرحمها. وبالفعل ملي حقوا الشرطة في أقواله لقاوها صحيحة، وهنا سولوه المحققين على حياته مع أمينة كيفاش كانت دايرة، واش كانوا بيناتهم مشاكل أو كان عندهم مشكل بجوج مع شي حد، وسولوه واش فايت لهم تخاصموا أو وقع لهم شي صداع مع الجيران. وهنا صرح لهم سعيد بلي حياته هو وأمينة كانت عادية ومبنية على الحب والاحترام والتفاهم. قال بلي بالفعل في بعض الأحيان كتجي شي أوقات كيتخاصموا فيها بحالهم بحال أي كوبل، خصوصا على الأمور المادية، ولكن هذا ما كيعنيش أنه توصل به الدرجة أنه صفيها المرتو اللي حاملة وهز في كرشة فلدت الكبد ديالو. غادي يسولوه المحققين على شكون اللي كان كيجي يزورهم عادة في البيت ديالهم، وواش عندهم أصدقاء اللي كيتلاقاو معاهم. جاوبهم سعيد بلي هما واحد الناس اللي داخلين سوق راسهم وما كيختلطوش بزاف بالناس. قال لهم بلي حتى الاسر ديالهم ما كاينينش معاهم في البلاد، حيت عائله امينه عايشين في المغرب وعائلته عايشين في الطليان. وهنا فسعيد غادي يتذكر شي حاجه اللي مهمه بزاف ونساها بقوه وهول داكشي اللي شاف داك النهار. قال لهم بلي الدار عايش معاهم فيها واحد الشخص كان كاري ليه بيت فيها وكان كيجي ليه مره مره يبات فيه. قال لهم بلي بينهم وبين داك السيد غير خلاص البيت والسلام السلام، وبلي داك الشخص شاد تقارو بعيد عليهم وما كيتعاملوش معاه. محققين غادي يسولوا سعيد على شكون بالضبط داك الشخص، وهنا قال لهم بلي سميته عبد العالي الهاشمي وبلي حتى هو مغربي والعمر ديالو 34 سنة تقريبا. مباشرة من بعد ما كملوا التحقيق مع سعيد، فالمحققين بداو كيبحثوا على شكون هو هذا عبد العالي الهاشمي. خداو رقم الهاتف ديالو من عند سعيد واتصلوا به باش يستدعيوه للتحقيق، ولكن لقاو بلي تليفونه طافي. وهنا فالمحققين غادي يمشيو يقنيو عليه حدا دار سعيد باش ملي رجع يجيبوه ويحققوا معاه، ولكن للاسف فعبد العالي ما غاديش يرجع داك النهار للدار. وهنا الشكوك ديال المحققين غادا تزاد، وبداو كيكتفوا في البحث ديالهم على عبد العالي الهاشمي. دخلوا لقاعدة البيانات ديال المهاجرين اللي عايشين عندهم في السويد واللي كيحملوا نفس الاسم والاوصاف اللي عطاهم سعيد، وهنا غادي يعرفوا شكون هو هاد عبد العالي الهاشمي. كانت المفاجأة والصدمة ديالهم وحتى ديال سعيد كبيرة بزاف، لان سعيد ما كان عارف والو على حياة هاد الشخص. هاد عبد العالي اللي غادي يكتشفوا عليه المحققين انه عنده سوابق كثيرة، وان الشرطة اصلا كانت كتقلب عليه. عرفوا عليه انه مدمن كبير ديال الممنوعات وعنده بزاف ديال المشاكل في حياته ومكبتها مزيان. صدروا في حقه مذكرة بحث وما خلاو فين قلبوا عليه، ولكن ما لقاوش ليه الاثار، بحل الارض تحلاته بلعاته، ما لقاوش نهائيا. وهنا غادي يطيح على المحققين فكرة مزيانة ممكن تخليهم يتعرفوا على المكان والوجهة ديال عبد العالي الهاشمي، بحيث قرروا انهم يراقبوا ويراجعوا فيديوهات كاميرات المراقبة المتواجدة تقريبا في جميع انحاء ستوكهولم. راقبوا الكاميرات اللي قريبة من دار سعيد وكانت توقعاتهم في محلها، بحيث غادي يطيحوا على اخر بلاصة تواجد فيها سعيد من بعد ما تبعوا المسار دياله من الوقيتة اللي خرج فيها من الدار واللي كانت مباشرة من بعد ما خرج سعيد لخدمته. وبصراحة الخوت انا اللي ما فهمتش واللي ألمني بزاف من هاد الشي هو كيفاش هاد سعيد عطاته نفسه انه يخرج من داره ويخلي مرته بوحدها مع شخص غريب اللي ما كان كيعرف عليه والو. المهم الخوت المحققين تبعوا مسار عبد العالي الهاشمي كيف قلت لكم، واكتشفوا انه مباشرة توجه لمحطة القطار اللي في ستوكهولم، ودخل من بعد المرحاض حشاكم وبدل حوايجه وتوجه لشباك التذاكر وقطع ورقة في القطار اللي متجه لكوبنهاغن. والادهى من هاد الشيء ان الورقة ما قطعهاش بسميته بل باسم اخر كان مزور. المحققين هنا غادي يتواصلوا مع الشرطه ديال كوبنهاغن واعطاوهم مواصفات ديال عبد العالي باش يقلبوا عليه، وبالفعل داروا البحث ديالهم ولكن ما لقاوه في حتى بلاصه. وهنا تاكدوا باللي عبد العالي 100% غادي يكون خرج من البلاد. كتفوا البحث ديالهم وقرروا انهم يصدروا في حقه مذكره بحث دوليه، واعطاو معاها المواصفات ديالو مدعومه باخر الصور اللي تمكنوا انهم يجبدوها من فيديوهات كاميرات المراقبه. دازت مدة ديال شهر تقريبا، والابحاث ما توقفاتش حتى لواحد النهار اللي غادي يتوصلوا فيه المحققين باخبارية جاتهم من عند مصالح شرطة مدينة هامبورغ الالمانية، كيقولوا لهم فيها باللي هما تمكنوا من انهم يشدوا واحد الشخص اللي بنفس مواصفات المبحوث عليه عبد العالي الهاشمي.
بفضل اتفاقية تسليم مبحوث عليهم اللي كانت كتجمع الطرفين، غادي يتم ترحيل عبد العالي مباشرة للسويد، وعند مصالح الشرطة بستوكهولم غادي يبداو التحقيق معاه. سولوه على علاقته بأمينة ورجلها، وجهوه بفيديوهات كاميرات المراقبة اللي كتبين أنه كان في حالة فرار من شي مشكل دارو، وعلاش أصلا بدل البلاد واختفى مباشرة من بعد الحادثة. وهنا صرح ليهم عبد العالي باللي بالفعل كان كاري بيت عند سعيد، وباللي ما كتجمعو حتى شي علاقه مع عائل سعيد ومرتو من غير الكره ديال البيت. قال لهم باللي هو ما عنده حتى علاقه بالتصفيه ديال امينه، وباللي داك النهار هو كان مقرر باش يسافر عادي خارج السويد وهذا من حقه، وباللي ما في خبارو حتى شي حاجه من داك الشيء اللي اتهموه به. قال لهم بلي مؤخرا بالفعل كانوا عنده مشاكل مع سعيد حيت كان باغي يخوي ليه الدار، ولكن ملي طالبوا بالتسويق ديالو ما بغاش يعطيه ليه، وهنا قرر انه يسمح فيه ويسافر. المحققين ما اقتنعوش باعترافات عبد العالي، وهنا خداو منه البصمات الجينيه ديالو او الاد دي ان، وقارنوهم بالبصمات الجينيه اللي تم العثور عليها بمسرح الحادثه، وبالفعل لقاو تطابق كبير بيناتهم، وهذا بوحدو كيثبت التهمه على عبد العالي. ولكن ما هي الا ايام قليله وخرج تقرير الطب الشرعي اللي كيقول باللي امينه ما تعرضات لحتى شي اعتداء جنسي، وكانت هذه النقطه بالضبط كون كان العكس هي اللي غادا توضح وتاكد باللي عبد العالي هو الجاني الحقيقي، وكانوا المحققين غادي يعتبروها هي الدافع ديالو باش صفاها الامينه حيت ربما قاوماتو، ولكن للاسف التقرير اكد على العكس. وهذه هي النقطة اللي غادي يستغلها الدفاع ديال عبد العالي، وصرح في المرافعة ديالو أمام هيئة المحكمة باللي عبد العالي ما عنده حتى شي دافع باش يصفيها الأمينة بديك الطريقة. عبد العالي اللي غادي يبقى مصر في جميع مراحل التحقيق معاه على أنه بريء وماشي هو اللي صفاها الأمينة. بقى دائما كينكر وشاد في كلامه وفي الاعترافات ديالو بالرغم من تعميق التحقيق معاه. كانت جميع المؤشرات كتوضح للمحققين ان عبد العالي الهاشمي الملقب بالزموري هو بالفعل الجاني الحقيقي، ولكن كان خاصهم الدوافع والاسباب اللي خلاته يدير هذه الحاله في امينه، وبالرغم من استنتاجاتهم اللي كتقول باللي هو يمكن حاول يعتدي عليها وقاوماته الشيء اللي خلاه يصفيها ليها، وكذلك رجحوا بانه ممكن يكون طالبها بفلوس التسويق، وربما تكون استفزاته بشي طريقه اللي خلاته يتعصب، او ربما كان مضروكي في ديك الوقيته وتطورات الامور لدرجه انه صفاها ليها. كتبقى هذه مجرد استنتاجات وفرضيات الخوت بدون دليل او اعتراف صريح من عبد العالي، والاكيد طبعا انه هو الجاني و100% هو السبب في ازهاق روح امينه المسكينه هي والجنين اللي في كرشها. كانت التهمة ثابتة في حقه بالتصفية العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتم تقديمه للمحاكمة والقاضي غادي يحكم عليه بالمؤبد. من بعد هذا الشيء كامل فسعيد تم اطلاق السراح ديالو، خرج ورجع لايطاليا عند عائلته، وقاد الامور ديالو ورجع جاب ولدو وليد من مؤسسة الرعاية الخاصة بالاطفال اللي في السويد، وحطو عند الوالدة ديالو حليمة باش تكفل به وترعاه. خوتي العزاز، كيف ما تبعتوا معايا فالقضية كانت النهاية ديالها بهالطريقة، النهاية اللي كنعتبرها انا كبداية اخرى لمعاناة من النوع الثاني، سواء من عند الام ديال امينة الله يرحمها اللي تغصبات في بنتها الطموحة، الشابة الطيبة اللي ما عندها حتى ذنب هي والجنين اللي في البطن ديالها، باش يكون مصيرهم موحش بهالطريقة، والله يكون في عوان الاهل ديالها مساكن. وكنعتبرها كذلك كبداية لمعاناة داك الطفل البريء وليد اللي كان حاضر في اللحظات اللي كانت الام ديالو كيتم التصفية ديالها قدام عينيه، واللي ممكن ديك الصور تبقى منقوشة ليه في الذاكرة ديالو وخا باقي صغير، وتأثر على النفسية ديالو مستقبلا. وكخلاصة الخوت فالقضية هي قضية ثقة وعدم أخذ الأمور بعقلانية من طرف الزوج اللي كان ممكن يتجاوز هاد الشي كامل بلا ما يجيب البراني لدارو وهو ما عارف عليه والو، بل ما كلفش راسو حتى يبحث في الماضي ديالو. كان ممكن أنه تحول هو ومرته لشي لوكال آخر على قد الحال كريه ويعيش فيه هو ووليداته على ما تيسر الأمور المادية ديالو، وكان ممكن يخلي مرته عند عائلته ويبقى كيف ما كان قبل كيدير لانافيت ما بين السويد وإيطاليا على الأقل غير حتى تولد مرته ويكبروا ولاده شوية وديك الساعة يرجعوا يتعاونوا هو وياها. المهم الخوت، معرفتش شنو بان لكم في هذه القضية، كنتمنى تعطيو آراءكم كيف العادة عبر تعليقاتكم اللي كلها إفادة واللي كنستقبلها بصدر رحب. الله يرحم أمينة ويكون في عون أهلها ويلطف بدك الدري الصغير ويجعلوه من الصالحين. قصتنا لهذا النهار الخوت سالات، وكنتمنى تكونوا استفدتوا منها، وأخيرا ما تنساوش تديروا لايك للفيديو وتبارطاجيوه على نطاق واسع باش يستافدوا منه ناس أخرين. وفضلا وليس أمرا، كنتمنى كذلك أنكم تشتركوا في قناة الحدث ستوريز وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد وباش تكبر عائلة محققي قناة الحدث ستوريز.
دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، وإلى الملتقى بإذن الله.